السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في هذه الحلقة. إن شاء الله سوف نتعرف على طريقة استخراج الصور من الفيديوهات التي نتوفر عليها بجودة عالية. إذا كان يهمك الأمر فتابع معي الشرح. في عصر الصور الرقمية والفيديوهات العالية الجودة، يصبح استخراج الصور من مقاطع الفيديو أحد الأدوات القيمة التي يمكن أن تعزز مشاريعنا الشخصية أو المهنية. هل سبق لك أن قمت بمتابعة إحدى الفيديوهات وأعجبتك لقطة معينة تتمنى الاحتفاظ بها كصورة ثابتة؟ أو ربما كنت تبحث عن طريقة لاستخراج مشاهد مميزة من فيديو لتوثيقها أو لاستخدامها في عملك، مثلا صور مصغرة وغيرها. في هذا الفيديو إن شاء الله سنتناول كيفية استخراج الصور من الفيديوهات بجودة عالية. إذن كيف سوف ما هي الخطوات الأساسية لاستخراج الصورة من الفيديو؟ الطريقة بسيطة جدا. فمثلا هذا الفيديو أنا أريد أن أقوم باستخراج منه صور، على سبيل المثال هذا هو الفيديو أريد أن أستخرج منه صور. في البداية سوف نقوم بالنقر عليه بضغط الزر الأيمن، سوف تختار إحدى البرامج. مثلا أنا سوف أشتغل على البرنامج الأول الذي هو ميديا بلاير كلاسيك، نقول عليه بهذا الشكل. سيفتح معنا الفيديو بهذه الشكلة، نقوم بتصغيره قليلا لنتحكم في عملية استخراج الصور. هذا هو الفيديو، نقوم بإيقاف. أنت سوف تختار اللقطة التي تريد، اختر اللقطة التي تريد أن تقوم باستخراجها. هذه اللقطة التي مثلا أعجبتني، أريد أن أقوم باستخراج هذه الصورة. كل ما عليك فعله هو أن تقوم بالنقر داخل الفيديو بهذا الشكل بنقرة الزر الأيمن، ثم تختار فايل، بعد ذلك تقوم بنزول الأسفل، سوف تظهر لك هنا سيف إيمج، تنقر عليه بهذا الشكل. سوف يعطيك هنا مباشرة، سوف يتم عمل لقطة للشاشة أو للقطة من الفيديو أو التقاط صورة من الفيديو. هنا تقوم بتسميتها، هنا سوف يظهر لك بالجودات التي يمكن أن تستخرجها منها. مثلا هنا جودة MBP، كذلك JPG، كذلك PNG. على سبيل المثال سوف نختار JPG، ثم نقول على OK، وبعد ذلك نذهب إلى سطح المكتب. سوف نجد الصورة التي قمنا بالتقاطها، وسوف تظهر لك بجودة عالية جدا كما تلاحظون. نقوم بإعادة الكرة مرة أخرى، نختار لقطة من الشاشة، مثلا هذه اللقطة، نقوم بالنقر بضغط الزر الأيمن، ثم نختار فايل مرة أخرى، ثم نختار هنا سيف إيمج، وبعد ذلك هنا سوف نختار الصيغة، مثلا سوف نختارها JPG، ثم نعطيها هنا مثلا رقم 2، ثم أوكي. بعد ذلك سوف تظهر معنا الصورة كما تلاحظون، فالطريقة رائعة جدا. نفس العملية تنطبق على برنامج VLC، نقر على الفيديو مرة أخرى بضغط الزر الأيمن، ثم نختار بواسطة برنامج VLC هذا هو الفيديو الخاص بنا، نختار لقطة من الشاشة على سبيل المثال هذه اللقطة كما تلاحظون معي هنا. كل ما عليك فعله الآن هو أن تقوم بنقر على ضغط الزر الأيمن بهذا الشكل، ثم تختار الفيديو، ثم خذ لقطة. بعد ذلك سوف يتم أخذ اللقطة بهذه الشكلة كما تلاحظون معي. طريقة سهلة جدا كما تلاحظون، فالعملية رائعة جدا. سوف نجرب مرة أخرى على لقطة معينة، مثلا هذه اللقطة، ننقر عليه بضغط الزر الأيمن، ثم نختار فيديو بهذا الشكل، ثم نختار خذ لقطة. سوف يتم أخذ اللقطة، نقوم بفتح الصورة. هذه هي الصورة التي قمنا باستخراجها. طريقة كما قلت إخواني الكرام رائعة جدا. إلى هنا أكون قد انتهيت من هذه الحلقة، أتمنى أن تكون الفكرة وكذلك الموضوع قد نال إعجابكم. لا تنسوا دائما دعمنا بالنقر على زر لايك للفيديو، الاشتراك في القناة. شكرا لكم على المتابعة، إلى حلقة قادمة بحول الله.